امرأة انقضت عدتها من الوفاة فقال لها بعض النساء لا بد أن تزودي 3 أيام احتياطا فهل قولهم صحيح؟ هذا حرام، هذا القول حرام، كذب، عليهم التوبة من هذا. لا يجوز يزود على حكم الله 4 أشهر و10 أيام، ما يجوز يزود عليها. فعلى هؤلاء القائلات أن يتوبن إلى الله ولا يقولن على الله بغير علم. نعم.